ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. إيران تقول بأنها ستنشئ منظومة صواريخ مترابطة بين العراق وإيران، كيف تقرأ هذا التطور بالعلاقات بين حكومتي بغداد وطهران برأيك؟ يعني الحقيقة العراق مجددا سيصبح ساحة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا ليس في مصلحة العراق. الولايات المتحدة الأمريكية مشروعها في المنطقة هو يعني هي من استباحت العراق وأنهت هذا البلد العظيم في المنطقة وأنهت نفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة تقريبها للمنطقة والتآمر على المنطقة يعني تود أن تدخل معركة مجددا مع إيران وتحشد لهذه المعركة مع إيران. الوجود الأمريكي في العراق الحقيقة يعني يكذب الأمريكان عندما يقولوا أنهم سيراقبون إيران، لأنه هم محاصرين إيران من كل الجهات، هم أقرب على إيران في الخليج، هم أقرب على إيران بأقمارهم الاصطناعية من كل مكان. لكن أنا بتقدير الوجود الأمريكي في العراق هو محاولة لفصل يعني العراق عن سوريا لاحقا، وبالتالي محاولة لقطع ما يطلق عليه النفوذ الإيراني من بيروت إلى طهران. نعم. هنا المعركة الحقيقية، ونحن يعني لا ناقة لنا ولا جمل في كل هذا الصراع في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضمر الخير لا للعراق ولا لسوريا ولا لإيران. المراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية لتصحيح أخطاء الماضي كما يزعم البعض في العراق، كما يروج بعض الإعلاميين أو من يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية واهم. الولايات المتحدة لم تدخل مكانا وتصلح فيه شيئا، كل مكان دخلت الولايات المتحدة تركته خراب، واستعرض تعريف الدخول الأمريكي لكل هذه البلدان. اليوم الخروج الأمريكي من المنطقة مطلب حقيقي لكل دول المنطقة من أجل استقرارها. نعم. الوجود الأمريكي شر على الخليج، شر على إيران، شر على العراق، شر على سوريا. هؤلاء يعني لا تهمهم إلا مصالحهم، ومصالحهم بالتأكيد هي متناقضة مع مصالحنا. نعم، بأي حق تقول الأركان الإيرانية بأنها ستراقب وجود وتحركات القوات الأمريكية في العراق؟ ألا يعد ذلك تدخل سافر في الشأن العراقي؟ هو الشأن العراقي مستباح، يعني التدخل منه تدخل، هي الحكومة في بغداد، كل الأحزاب الممسكة في البرلمان والسلطة التنفيذية في بغداد هي صديقة وحليفة وتابعة لإيران. يعني أريد أن أخفف لك بس الكلمات، هي أصلا في الاستراتيجية الإيرانية، والجزء الآخر يحاول أن يكون في الاستراتيجية الأمريكية، وكلاهما أسمى من بعض. يعني هنا الموضوع، لا أحد في العراق اليوم لديه أجندة عراقية، بني على أحد في العراق عنده أجندة محلية، أجندة وطنية، ويستطيع أن يمليها مش على الجوار، يمليها داخل العراق، ينفذها داخل العراق. العراق لا عتب على العراق في ظل انعدام الوزن السياسي لهذا البلد. اليوم هذا البلد مصطلح للأمريكي، للإسرائيلي، للإيراني، للتركي، لمن للكل، لمن هب ودب، للعربي، للعجمي. نعم، حديث عبد المهدي عن العلاقات مع إيران تتطور رغم الصعوبات وتعهد بحماية أمن إيران، كيف لعبد المهدي أن نضع العراق بالأحضان الإيرانية دون مكاسب ويدخل العراق بمواجهة مع أمريكا بالمجان من أجل طهران؟ عموما هناك يعني رأيين في العراق بهذا الجانب. الرأي الأول أنه في محاولة للنأي بالنفس، بمعنى لم نسمح لأحد يعتدي على إيران من خلال أراضينا، وهذا الموقف يعني هو موقف النصف. بالمقابل يجب أن يقابلوا موقف أنه ما نقبل أن العراق يصير ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران، سواء كان رغبة الجانب الإيراني ذلك أو رغبة الجانب الأمريكي. بس هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. الأمريكي عندما يدخل العراق ويخرج ويحشد لا يستشير أحد في العراق، وكذلك الإيراني. يعني الإيراني عندما يقرر أن يزج مسلحي ويعيد تنظيم صفوفهم ويزودهم بأسلحة فتاكة، من سيمنعه؟ جزء كبير من أمن العراق، والأمريكي يستبيح معظم صحاري العراق. نعم، الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.